عليكم. نكمل شرح المحاضرة الخامسة للطلاب بجامعة النهرين الكيمياء. راح ناخذ الـ effectiveness of the blood buffer. قال إذا كان عندي pH، إذا قس إذا عندي مثلا إناء بي ووتر، راح ألخص لكم الحاكي مع الصف كله، بي ميت مول من الديستل ووتر، جيت قست البي اتش لقيته 7.35، جيت ضفت 25 مول تمام من ال HCl بتركيز 0.05 مول مولاريتي تمام، هاي مولاريتي زين. ورا ما ضفته جيت قست البي اتش بعد الاضافه، لقينا البي اتش 7 زين. اذا انا اريد احول البي اتش مال الدم من 7.35 الى 7، ايش كم مل احتاج من ال HCl؟ اي هاي الحجي كله. انا ايش قد عندي البلد كم لتر؟ 5.5 لتر تمام زين، 5.5 لتر. اي كل 100 مول حتى احولها من البي اتش مالتها من 7.35 الى 7 احتاج 25 مول من شنو؟ من ال HCl هذا ووتر زين. كم لتر عندي الدم؟ 5.5 لتر، يعني 5500 مل، لأن هذا مل فهذا لازم نحوله إلى مل. زين إيش قد أحتاج من HCl؟ وسطين الطرفين راح يطلع 1300 تقريبا و50. مش كاتب لك، كاتب to change of 100 مل of normal blood from pH 7.35 إلى 7 approximately أحتاج 25 مل، هاي للمية. زين هو الدم إيش قد 5.5 لتر of the blood in average body more than 1300 مل من ال HCl، احتاج حتى اغير بي اتش مال الدم بين 7.35 الى 7، وصحيح نحتاجين اكثر من 1300 اللي هي 1350. سهله. regulation of the blood pH. lung and kidney play important role in regulation of the blood pH. اتفقنا lung regulate pH throat retention or elimination of the O2، يعني اما طلع CO العفو CO2، اما طلع CO2 حالة الاسيديتي وحالة البيسيسيتي تحتفظ بالCO2 by changing rate of the ventilation عن طريق central CNS او يسمو respiratory center اللي found in brainstem. The kidney regulate pH by excreted of the acid primary in ammonia and by أو by remaining HCO3 from glomerular filtration. زين هسه الكدني شلون تسوي ال pH maintaining؟ عن طريق شغلتين، أما سوي excretion للأسيد. شلون تسوي excretion للأسيد؟ تذكرون البارحة قلنا ال H اللي يطلع عن طريق الكدني يرتبط بال NH3 يتحول إلى NH4 وراه يطلع، تذكرون؟ هي هاي كاتب لك عن طريق، يعني يطلع عن طريق يعني بصورة أمونيوم أيون. أو شو يسوي الكدني؟ أنا ال HCO3 شبي بيس تمام، والجسم بي أسيديتي، بس البيس هذا اللي طلع ويا الإدرار عن طريق الجلوميرال فلتريشن مو عبر إلى التيوبيول، تسوي للكدني ري أبزوربشن، ترجع للدم على مود يحافظ على ال بي اتش. امبورتنت اوف بايكربونات كاربونيك اسيد بافرنج سيستم. عندنا ال H2CO3 يصير به ديسوشيتد انتو CO2 اند H2O. اتفقنا عليها. allowing تسمح لي H3O to eliminated as CO2 by lung. تمام.
change in PCO2 modify ventilation, HCO3 concentration can be altered by kidney. نشرح اللي حكاه. شو يقول؟ H2CO3 تتفكك إلى CO2 زائد H2O. من يزيد الأسيدية بالجسم؟ من يزيد الأسيدية بالجسم الـ H يتفاعل ويا الـ HCO3 فيتحول إلى شنو؟ يتحول إلى H2CO3. هذا الـ H اللي زاد. الـ H مو كل الـ H تقدر الكدني تطرحه، فشي يصير؟ الـ H يتفاعل ويا الـ HCO3 كون كربونيك أسيد يتفكك إلى CO2، هذا الـ CO2 طلع اللاند. تخلصنا من الأسيد لو لا تخلصنا. فهي هاي يعني الصفحة كلها هي تشرح. تمام؟ زين. البايكربونات بفر has following elimination cannot protect extracellular fluid from pH change due to increase due to increase or depressed CO2 level. يقول لك البايكربونات هي صحيح سو اوبتيمم بس ما تقدر تحافظ على الـ pH change بسبب تغير الـ CO2 بالجسم. Only function when عندما respiratory system and control center are working normally. يقول لك إنه الـ extracellular fluid نقدر نحافظ على الـ pH مالته مو بس بالبايكربونات، لازم عند respiratory تكون الـ respiratory يكون healthy على مود يقدر يطلع لي CO2 بحال انه صار عندي اسيدتي عاليه، لان تعرف انه الريسبيراتور قلنا سريع جدا. It is limited by availability of bicarbonate ion bicarbonate reserve. زين other important buffer system الفوسفيت. تمام زين the phosphate buffer هو ال HPO4 وال H2PO4 play role in the plasma and erythrocyte يعني inside بال extracellular fluid and intracellular fluid. شلون يصير العملية؟ ال H HBO4 تتفاعل مع الماء فتتكون لي H3O plus HBO4. طبعا هذا H2 H2PO4 من يتفاعل ويا الماء راح ينطيني هيدرونيوم ايون اللي هو يعتبر أسيد، ينطيني HBO4 اللي يعتبر بيس. من تزداد الأسيديتي بالجسم يعني هذا راح يزيد، فيجي البفر سيستم يتفاعل ويا الأسيد يرجع كون H2PO4. بهاي الحالة تخلصت من الأسيد. تمام يقول لك any acid react with mono هيدروجين فوسفيت اللي هو هذا، اي اسيد يتفاعل ويا الهيدروجين يتحول الى هاي from هيدروجين to داي هيدروجين فوسفيت، يتحول الى داي هيدروجين فوسفيت. العمليه كالاتي، انا من يزال عند الاسيديتي يجي يتفاعل ويا المونو هيدروجين فوسفيت يعتبر بفر فيتحول الى داي هيدروجين فوسفيت وماء فيتعادل الجسم، يرجع الجسم متعادل. Base is neutralized by dihydrogen phosphate. شوف زين هسه احنا اذا عندي اسيد اذا زادت الاسيديتي يجيني الاسيد ايا كان اسيد H2SO4 HCl. تمام بس هو معبر عنها H3O اللي هو الهيدرونيوم ايون.
مثلا عندي زاد ال HCl بالجسم، راح يجي ال HCl يتفاعل مباشرة ويا ال HBO4، فش يكون لي؟ يكون لي H2PO4 زائدا Cl، وحيكون طرح ما علي بيه هذا. المهم ال HCl تخلص منه وما تخلص تخلصت، فأي أسيد من يزداد الأسيديتي يتفاعل ويا HBO4. زين إذا ازدادت البيسيسيتي يجي H2PO4 هو المسؤول، يتفاعل ويا عن طريق ال H2PO4 يتفاعل ويا القاعدة أيا كانت، مثلا زاد عندي ال NaOH KOH يتفاعل ويا فيتحول إلى HBO4 اللي هو يعتبر أصلا بيس، اللي هو يعتبر يعني بفر سيستم زائدا H3O. هذا ال H H commonly HBO4 تمام زائدا H3O. زين طبعا بالمزمة هو غلطان الدكتور، خلنا نصلح لكم. ال H2PO4 احنا مو قلنا من يزيد البيسيسيتي يجي ال OH يتفاعل ويا ال H2PO4 صح، فينطيني HBO4 صحيح، هذا يتفاعل ويا ال OH يطلع منه انا H، يبقى HBO4 بقالي H يتفاعل ويا ال OH ايش يصير؟ ماء وليس H3O، فهو غلطان يعني حاولوا تنبهوا، تحول الى ماء زائد HBO4. بهالحاله تخلصنا من البيسيسيتي. طبعا جدا مهم هذا السيستم، هو مو مهم بس قصدي يعني كاسئله ممكن تجي عليه. The buffer is most commonly prepared at pH using monosodium phosphate and is conjugated base disodium phosphate. فوسفيت بافر only بلازمة main role in blood however because H3PO4 and H2PO4 are found in very low concentration in the blood. سؤال يقول لك ليش يعتبر الفوسفيت بافر يلعب دور ثانوي في البلد حتى يسوي لي مينتين للبي اتش، وذلك لوجود الاتش 2 بي او 4 والاتش 3 بي او 4 والاتش بي او 4 بالبلد بكونستريشن جدا قليل. And because the phosphoric acid has a multiple dissociated constant تمام، الفوسفيت عند بي كي اي مختلفه، وهذا كذلك راح شويه يعتبر ما لذلك يعتبر main role and use to maintain all the pH inside of the body. The main jar هو البيكربونات. الفوسفيت بفر system in CSF is low compared to bicarbonate buffer. شو البيكربونات أكثر؟ قلنا يشكل 75%. Buffering power is loose compared to bicarbonate. كذلك القوة مالته يكون أقل من البيكربونات. كذلك it has its importance in renal tubule of the kidney for two reasons. زين يقول لك الفوسفيت بفر بالكدني يلعب دور رئيسي بالكدني، مو بالكدني ليش؟ شوف ليش؟ because in the concentration of phosphate more in the tubules موجود بصورة كثيرة و tubule are have لديها lower pH. The tubular fluid عند ال pH مالتها قليل، لذلك الفوسفيت يكون بكثرة موجود لأنه يتصنع عند ال pH القليلة. Concentration of phosphate is more in intracellular fluid compared بالإكسترا، يعني بالإنترا. هسه شنو الميزات حتى ما تدخون؟ انا عندي فوسفيت بفر وبايكربونات بالبلد يلعب مينر رول لان الكونستريشن قليل وعند ديسوشيتد كونستانت متغيره. بالتيوبيول يلعب دور رئيسي لان موجود بكثره ولان البي اتش هناك تكون قليله. الكونستريشن مالته وين موجود اكثر؟ بالانتراسيلي فلويد اكثر من الاكستراسيلي فلويد. هذا السيستم الثاني. بقالنا الثالث هو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين is act
اس ك بي اتش بافر ان بلاد. الهيموغلوبين بروتين كان ريفيرسري انتاكت وذ اتش 2 بروتين او او 2 2 اف اي. الهيموغلوبين يلعب دور رئيسي بالمحافظة على البي اتش مانتين بي اتش البي اتش انسايد اوف ذا بودي. ليش؟ يعني الهيموغلوبين عنده بروتين، هذا البروتين هو نيجاتيفلي تشارج، يجي يرتبط وين؟ ويا الاتش، لان بروتون يحتوي على بوزيتيفلي تشارج ويخلص الجسم من الاتش. شلون يخلصها من الاتش؟ يجي البروتين مالته يرتبط بالاتش ويودي لي الكدني، الكدني تطرح، هي هاي العمليه مالته. او عند الهيم، هو مو هيموغلوبين يحتوي على هيم، الهيم هو الحديد الايرون، الايرون يجي يرتبط بال او 2 تمام، ويرتبط كذلك يقدر يرتبط بالسي او 2، يرتبط بالسي او 2 فيوديها وين؟ يوديها لللنج واللنج تطرحها. During exercise hemoglobin help to control the pH of the blood by binding some of the excess proton that are generated in the muscle at some time molecular oxygen is released for use. يقول لك خلال الاكسرسايز بالتمارين الجسم بالتمرين يحتاج انرجي، الانرجي من يجيها؟ من الجلوكوز. في الجلوكوز بوجود الاو 2 طبعا، يعني تعرف تمرين واداء اركضاني فالعضلات تحتاج بها كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن عالي جدا، الجلوكوز ينطي انرجي اللي هو الاي تي بي طبعا، من يتفاعل زائدا هيدروجين ايون صح. طبعا تعرفون الاكسرسايز يصير يعني جهد كبير، لكن تستغرق جلوكوز عالي، ذاك الاتشات راح تكون عندي عاليه جدا. الويست برودكت للاو 2 هنا لان استخدمته راح يتحول الى سي او 2، هاي اثنيناتهم يتخلص منهم هيموغلوبين، يجي البروتين مالت الهيموغلوبين يرتبط بالاتش والهيم يرتبط بالسي او 2 يودوهم الى اللانج والكلي ويتخلص من عندهم. During the exercise عندنا المسل يوز اوف ذا اوكسجين باي كونفرت كيميكال انرجي ان جلوكوز تو ميكانيكالي انرجي. ذس او 2 كم فروم هيموغلوبين ان بلاد. CO2 and H are produced during breakdown of the glucose and removal from muscle via blood. اتفقنا؟ The production and removal of CO2 and H together with the use and transport O2 cause chemical change in blood. These chemical change مثل ما اتفقنا، هاي راح يسوي لي chemical change، تغير. هذا التغير بالبي اتش يجي للدم يرتبط بالاتش ويودي للكدني طرحه، ويجي السي او 2 يودي للانك وتطرحه. هاي الفعل الهيموغلوبين بالجسم. راح ناخذ البروتين اخر شيء، بروتين بفر ان شاء الله ما بقى شيء. البروتين ار موست اباندنت ماتيريالز ان ذا بودي تمام. بروتين هو شنو البروتين؟ البروتين هو عباره عن ارتباط امينو اسيد، امينو اسيد ترتبط مع بعضها فتكون البروتين تمام. الامينو اسيد مش يتكون، يتكون هو اصلا اورجانيك كومباوند، يعني يتكون من الكربون، كربونات. اذا البروتين هو سلسله من الكربونات. The protein buffer system is part of the body mechanism for control of the blood hydrogen ion hemostasis. مسؤول عن maintenance of the hemostasis inside of the body. Both intracellular and extracellular protein have negatively charged. البروتين عنده negative charge. Can be served as a buffer for alteration in hydrogen ion concentration. شلون هو عند هو negatively charged يرتبط بال positively charged اللي هو الهيدروجين. هي هاي الفكرة مالته. Protein hemoglobin make excellent buffer. It can bind to small amount of acid in the blood. He bind to remove that acid before it charge the blood pH, change the blood pH. عفوا راح يسوي شو يسوي البروتين؟ يرتبط بالH ويطرحه عن طريق اما عن طريق الكدني على مود يمنع التغير بالPH، يعني يسوي منتل pH. Many other protein act as a buffer. غير البروتين مال الهيموغلوبين منو عندي؟ عندي بروتين containing of amino acid. البروتين اللي يحتوي على امينو اسيد اسمه هيستيدين are particularly adept at كبفر.
البروتين البي السلسله مالته هو مو امينو اسيد، اذا عنده هيستيدين ترى يشتغل كبر. تمام، هيستيدين نوع من انواع الامينو اسيد. بروتين كونتيننج سي او او جروب، اكو احد الامينو اسيد ان شاء الله من ندرس الامينو اسيد، اكو امينو اسيد يحتوي على سي او او، هاي المجموعه يسموها كاربوكسيليت انوان، همات يشتغل كبروتون اكسبتر، يعني يجي هذا نيجاتيف دي تشارج هو سي اتش 3 مثلا سي او 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 مثلا عنده هذا هو سي او او. تمام، بيشنو نيجاتيف دي تشارج يعني الاو عندها نيجاتيف تشارج، من عندي اتش داخل البلاد يجي هذا قبل يرتبط به فيطلع. اف اذا كان الاسيد كام انتو بلاد هادرونيوم ايون كان بي نيوترلايز باي سي او او. شوف شلون العمليه تتم، بسوي لكم معادله بسيطه. الاسيد اللي بالجسم موجود احنا اما نمثله ب اتش او نمثله ب اتش 3 او، هو نفس الشيء، معناته هذا الاسيد الموجود بالجسم او بالبلاد. تمام، هذا رمز له، بس هو الاسيد الموجود اما اتش 2 اس او 4 او اتش سي ال احنا نرمز له بهذا الرمز البسيط. فيجي السي او او، تذكرون الامينو اسيد يحتوي السي او، من يرتبط من يتفاعل ب اتش 3 او راح يكون لي ما زائد سي او او اتش. شلون يصير الارتباط؟ يبدي يتخلص منها. زين، اذا عندي بيس، البيس اذا زادت البيسيسيتي، هسه اذا عندي اسيد يجي يرتبط ويا من؟ بالهيستيدين، او يرتبط بالامين اسيد تحتوي على الكربوكسيليت. اذا عندي او اتش زاد البيس بالجسم، الامينو اسيد التي تحتوي على ان اتش 3 امينو جروب، تحتوي على امينو جروب، وعندنا ان شاء الله من ندرس امينو اسيد نتعرف عليهم، شلون تيجي تتفاعل ويا الاو اتش فتتحول الى ان اتش 2 زائد ما، وبهذه الحاله تخلصنا من الاو اتش. زين، تقريبا خلصت البروتينات، خلصت البروتين، عندنا الهيموغلوبين بروتين، عندنا بروتينات التي تحتوي على امينو اسيد مثل الهيستيدين، والتي تحتوي على السي او، والتي تحتوي على ان اتش 3 مسؤول عن طرح البيس فقط. هاي فاليو انه البي اتش ايش قد، الضغط السي او 2 الطبيعي ايش قد، الاتش 2 سي او 3 ايش قد بالجسم الطبيعي. ما اعرف اذا حفظ او لا، تسالون الدكتور. الى هنا انا خلصت الاسيد بيس ديستربانس او الاسيد بيس كلاس، هي اللي هي ملزمه المحاضره الرابعه والخامسه، تقرون الرابعه يلا تبلشون بالخامسه. اي سؤال انا حاضر ان شاء الله، بس بالتعليقات او على جروب التليجرام. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.